السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من وحدة الغرب الإسلامي، والتي من خلالها سنحاول التطرق للمحور الخامس المتعلق بتمزق وعصر إبارات طوائف في بلاد الغرب الإسلامي عموما، أي بلاد المغرب وبلاد الأندلس. ولا بأس من التذكير ببعض المحطات الكبرى التي عرفتها بلاد المغرب قبل الوصول إلى بداية القرن الخامس الهجري، وقبل الوصول إلى التمزق أن الدولة الأموية تمارس سياسة فيها نوع من الجور على أهل بلاد المغرب، أدى هذا إلى إسلام بلاد المغرب إسلاما على أساس مذهب الخوارج، والتقى مذهب الخوارج الذي قام في المشرق نتيجة مظالم اجتماعية مع المظالم الاجتماعية التي عرفتها بلاد المغرب، وأدى الأمر كما قلت إلى اندلاع ثورات متعددة في بلاد المغرب أفضت إلى استقلال هذه المنطقة عن الخلافة المشرقية. وهنا انتقلنا بعضها كان يدين بالولاء للأمويين وبعدهم للعباسيين بعد سقوط الخلافة الأموية بدمشق وصعود العباسيين إلى الحكم، وبعضها كان يناصب العداء للخلافة المشرقية خصوصا الخوارج والزيدية. إذن هذه هي الصورة العامة. بقيت هذه الإمارات المستقلة قائمة إلى حدود أواخر القرن الثالث الهجري 296-297، وآنذاك قامت في بلاد المغرب الخلافة الفاطمية. هذه الخلافة الفاطمية حاولت أن توحد بلاد المغرب بأفق انتقالها إلى مصر وانتقالها للمشرق لإسقاط الخلافة العباسية. هذا هو المشروع الكبير الذي كان للفاطمية. وفي الآن نفسه تحول الأمويون الذين أو بقايا الأمويين الذين فروا من المشرق واستقروا بالأندلس وأنشأوا إمارة في الأندلس مع عبد الرحمن الداخل بين 138 إلى 316 هجرية. في 316 هجرية أعلن الأمويون بالأندلس الانتقال من نظام الإمارة إلى نظام الخلافة، وبالتالي عندنا 297 هجرية إعلان الخلافة الأموية بالمشرق بإفريقيا، وإعلان الخلافة الأموية بالأندلس سنة 316. إذن القرن الرابع الهجري تميز بوجود خلافتين قويتين في الغرب الإسلامي، الخلافة الفاطمية بإفريقيا وببلاد المغرب، والخلافة الأموية بالأندلس. هذه هي الصورة العامة التي كانت عليها بلاد المغرب، أي وحدة سياسية في إفريقيا وفي بقية بلاد المغرب، وحدة سياسية قصرية بطبيعة الحال، ووحدة سياسية في الأندلس أقامها عبد الرحمن الناصر ابتداء من 1916. هاتين الوحدتين دخلتا في حالة من التنازع وحالة من الصراع على بلاد المغرب، وهو ما تطرقنا إليه في المحاضرة الصوتية المسموعة والمرئية الخامسة. وحالة الصراع هذه استمرت تقريبا نصف قرن بين الفاطميين وبين الأمويين في بلاد المغرب، وبعد ذلك انتقل الفاطميون إلى مصر وأسسوا القاهرة، وبدأ الضعف يدب في ثنايا الخلافة الأموية بالأندلس، خصوصا بعد أن وصل إلى الحكم عبد الرحمن شنجول وهو الحاجب الذي كان يحجب الخليفة هشام، ودخلت معه الأندلس حالة من التمرد وحالة من التمزق بعد مقتله، وأصبحت كل قبيلة وأصبح كل فريق يعين خليفة يخدم مصالحه. وفي النهاية أعلن سنة 422 بإلغاء الخلافة الأموية في الأندلس. وفي بلاد المغرب أصبحت هذه الخلافة
التي كانت قائمة وهي الخلافة الفاطمية خلافة سنسورية، لأنها تركزت في مصر، وبنو زيري هؤلاء الذين بقوا خلفاء أو ولاة للفاطميين في بلاد المغرب أصبحوا يتنصلون من ولائهم للفاطميين، إلى أن أعلن المعز بن بادي سنة 449 تنكره للمذهب الإسماعيلي الشيعي الفاطمي، وتحول إلى المذهب السني. وهنا أقام الفاطميون بمعاقبة بني زيري بشيء واحد، هو أنهم دفعوا القبائل العربية التي كانت تستوطن بمنطقة الصعيد بمصر، هي الهلال، دفعوها لأن تجوز إلى بلاد المغرب وأن توقع فيه ما يسمى بالخراب الكبير. ولكن بلاد المغرب كانت عمليا هي نفسها قد عرضت نفسها للخراب والدمار، وازداد وضعها سوءا بقدوم هذه الجحافل من القبائل العربية، قبائل بني هلال. إذن هذه الصورة العامة التي وصلت إلى بلاد المغرب في منتصف القرن الخامس الهجري، أي حالة من التمزق، حالة من الفوضى بعد إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس سنة 422، تنكر بني زيري للفاطميين، وصول القبائل العربية، قبائل بني هلال من مصر إلى بلاد المغرب في هذا الخضم، أصبحت خريطة بلاد المغرب تتكرس فيها عوامل التمزق وعوامل الفرقة، ودخلت الأندلس بسهولة. قلت لان يجتاحون بقية بلاد المغرب خصوصا بإفريقيا وبالمغرب الأوسط قبل أن يصلوا في مرحلة لاحقة خلال حكم الموحد إلى بلاد المغرب، و أصبحت المنطقة مقسمة. فتلمسان يعني استولى عليها بنو يعلى الزناتيون، إلى أن تمكن من القضاء عليهم بنو هلال الذين قاموا باستئصال بني يعلى من تلمسان. وبالمغرب الأقصى استمر بنو أبي العافية، ولاحظنا في الحصة الماضية دور موسى العافية في تقلب بالولاء بين الفاطميين وبين الأمويين. فاستمر بنو أبي العافية على فاس وعلى أعمالها حتى نحاهم المرابطون بعد ذلك. بنو خزر المغراويون كانوا بمنطقة سلا، وحاولوا التوسع نحو فاس، إلى أن كذلك تمكن من القضاء عليهم المرابطون. سجل ماسة هي نفسها كذلك انطلاقا من 367 هجرية، تمكن بنو ونودين من الاستيلاء على سجل ماسة وعلى أحوازها، إلى أن ضموا قصر ملوية، واستمروا على هذا الوضع إلى أن غلبهم المرابطون. كذلك في منطقة غمارة وفي بلاد الريف بقيت هذه المناطق تدين بولاء نسبي لبعض الأدارسة الذين استقروا بحجر النسر، وكذلك ظهر فصيل من الأدارسة وهم الحموديون الذين كانوا بمليلية أو بمليلة، وانتقلوا إلى الأندلس كما قلت لكم في الحصة الماضية، وخاضوا تجربة الخلافة بعد زوال خلافة بني أمية، لكنها لم تكن سوى تجربة قصيرة لم تتعدى 8 سنوات، وتحولوهم كذلك إلى ملوك الطوائف. وهنا يظهر أن المنطقة كانت تعج وتموج بالمتغلبين. منطقة سبتة تغلب عليها سقوط البرواطي، وسقوط البرواطي ينتمي إلى برواطة ولكنه كان على غير المذاهب البرواطية. أغماس كذلك كانت بها بقايا من المغراويين الذين استولوا على سفوح جبال المصاندة، والمغراويون هم زناتة كذلك. وبالمنطقة الغربية بتمسنا استمر وجود برواطة، إمارة البرواطي استمرت حية إلى حدود المرابطين، بل إلى حدود دولة الموحدين الذين قاموا باستئصال بقايا الموحدين الذين تم يعني الدخول معهم في صراعات مريرة خلال عصر المرابطين،
ويعني المرابطون كادوا يقضون عليهم، بل يعني تمكنوا من ذلك، إلا أن القضاء المبرم على برغوطة كان في عصره الموحدين. إذن تلاحظون أن بلاد المغرب عرفت مجموعة من الإمارات أو ما سمي بعصر الفوضى الزناتية، ونضع كلمة الفوضى بين هلالين، إلى أن تمكن المرابطون من القضاء على كل هذه الإمارات. ومعلوم أن المرابطين ظهرهم كذلك في بدايات القرن الخامس الهجري حوالي 420-430 إلى غير ذلك، وانتقلوا من الجنوب المغربي إلى أن تمكنوا من فتح سجل ماسة وتوحيد شمال المغرب، وبعد ذلك الجواز إلى الأندلس والقضاء على ملوك الطوائف. إذن القرن الخامس الهجري كان عصرا يموج في بلاد المغرب بإمارات وبتجارب سياسية محلية وبزعماء إقطاعيين يحصلون على الامتيازات من الأرض ومن الجباية، إلى أن تمكن الموحدون أن تمكن المرابطون من القضاء عليهم. والصورة نفسها كانت بالأندلس. أود أن أسجل أن المطبوع الذي لديكم فيه خطأ في هذا الفقرة بالضبط، أن سقوط الخلافة الأموية كان سنة 422 وليس سنة 420، وفي موضع آخر عندكم 422 فقط كان خطأ يجب تصحيحه. إذن بعد سقوط الخلافة الأموية الأندلس كما قلنا مرت بعصر الولاة، عصر الإمارة، عصر الخلافة، إلى أن تم إلغاء هذه الخلافة سنة 422. عندما تم إلغاء الخلافة في الأندلس ونودي في الأسواق أن انتهى أمر بني أمية وأن لا يكنفهم أحد وأن لا يقوم ب توفير الحماية أحد لهم، هنا أصبحت كل منطقة وأصبح كل أمير على منطقة معينة يخوض تجربة حكم محلي. وتعددت هذه الإمارات التي سميت بملوك الطوائف في الأندلس، وتم إحصاؤها في حوالي 22 مملكة من ملوك الطوائف بعد أن كانت دولة واحدة، وكان بعضها يتربص ببعض، أي بعضها يحارب بعضا، بعضها يكيد ببعض، وبعضها يتحالف مع النصارى ضد البعض الآخر. فيمكن أن نجمل أهم من تزعم هذه الممالك الطائفية، كان مجموعة من الأندلسيين كبني عباد وبني جهور وبني هود ملوك سرقسطة، وهؤلاء استمروا حتى بعد مجيء المرابطين، وهم جميعا ذوي أصول عربية، هم أندلسيون وأصولهم عربية. كذلك الصقالبة، وهؤلاء الصقالبة أصولهم من الرقيق ومن العبيد البيض الذين كان يتم استقدامهم من شرق أوروبا، تمكن هؤلاء من الارتقاء في مناصب المسؤولية الإدارية والعسكرية، وأصبحوا يمتلكون إقطاعيات كبرى، ملكيات كبرى يتم حصولهم عليها نتيجة الخدمات التي يسدونها للدولة، وبالتالي تمكنوا من تأسيس إمارات وممالك في شرق الأندلس وفي جزر البليار، الجزر المقابلة للأندلس. وهنالك فصيل آخر وهم المغاربة، خصوصا منهم البربر وبنو حمود الأدارسة الذين عدوا، هم أدارسة عدوا في سياق البربر بحكم أنهم كانوا يعني ينتمون إلى تلك العصبيات البربرية التي حملتهم وأزرتهم ودعمتهم من أجل الحصول على المكاسب السياسية. ومن أشهر هؤلاء بنو زيري وبنو زيري صنهاجيون كما لاحظنا، وكانوا هم ملوك غرناطة، وكانوا هم ملوك غرناطة. وهنا أتذكر كتاب معروف لابن زيري، كتاب تبيان عن الحادثة الكائنة بغرناطة، ويظهر فيها كيف تم استئصال حكم بني زيري من غرناطة من طرف المرابطين. هذا الكتاب يمكنكم العودة إليه، وهو موجود، كتاب تبيان عن الحادثة الكائنة بغرناطة، ويشير إلى هذه المرحلة المفصلية، مرحلة ملوك الطوائف بالأندلس
والمرحلة الانتقالية بين ملوك الطوائف وبين المرابطين. إذن كما قلت، الأندلس عرفت جملة من الممالك وهم ملوك الطوائف، واستمر هؤلاء على الآن إلى أن تم سقوط مدينة طليطلة سنة 478. طليطلة سقطت وكانت هي قائدة الأندلس، كانت هي قائدة الأندلس وعاصمة الأندلس منذ الفتوحات. وبالتالي عندما سقطت طليطلة أصبحت الأندلس كلها مهددة. استطاعت القوى المسيحية المتحالفة أن تسقط طليطلة وأن تتحرك جنوب طليطلة، وهو ما أصبح يهدد كيان ملوك الطوائف، أصبح يهدد الكيان الإسلامي برمته في الأندلس. هنا تحرك المعتمد بن عباد إلى صفوف الموحدين المرابطين وطلب دعم المرابطين، وعندما وصل المرابطون إلى الأندلس قاموا بدعم هذه الحركات وملوك الطوائف في المرحلة الأولى قبل أن ينقلبوا على ملوك الطوائف نتيجة تخاذل هؤلاء عن مؤازرة المرابطين، خصوصا أثناء حصار حصن اليد بعد معركة الزلاقة. وهنا قرر المرابطون وقرر يوسف بن تشفين إسقاط ملوك الطوائف، وتم إسقاط هؤلاء الواحدة تلو الآخر، وتم تغريب المعتمد بن عباد إلى مدينة أغمات وضريح وجود بها إلى حدود اليوم، وهنالك أنشد أشعارا كثيرة في شوقه إلى الأندلس. والنتيجة النهائية هي أن بلاد المغرب خصوصا المناطق التي كانت إلى حدود المغرب الأوسط عرفت في القرن الخامس سيطرة المرابطين مع استئناسهم لبني حماد في المنطقة التي عرفت بقلعة بني حماد ولبني زيري في إفريقيا، وعرفت كذلك توحيد الأندلس ولأول مرة تحت سلطة قوة مغربية قادمة من الجنوب، هي قوة الدولة المرابطية التي استطاعت القطع مع عصر التمزق السياسي في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس، إلى أن جاءت تجربة حكم أخرى هي تجربة الحكم الموحدي، وهو ما ستنفتحون عليه في الفصل الثاني إن شاء الله. هذا بإيجاز مجمل ما يمكن أن نقوله عن محاور هذه الوحدة، وحدة الغرب الإسلامي، ونكون قد أتينا على مجمل هذه المحاور. وما بقي من حصص ومن محاضرات سيكون من أجل مدكم ببعض الدعامات للاستئناس وببعض التمارين التي يمكنها أن تفيد طلبتنا في تكوينهم وفي الاستعداد للامتحان إن شاء الله. أتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في محاضرة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.